الجارديان تاع مصر يدي احسن حارس قطعا وبارك الله فيهم في زوجة. هاي شغل تأهلت مصر تاني، هاي شغل تأهلت عام تأهل ويعطيها الصحة تاني. وراو مشكور الحارس المرمى تاع الفريق المصري على المقابلة البطولية اللي دارها، وإن شاء الله يتأهلوا في كأس العالم، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. الفريق المصري كان 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 هو أجدر بالفوز، لكن هذه كرة قدم يعني السنغال كانت محظوظة أكثر ولا أقل. يعني كنا نتمناو أنه يفوز الفريق المصري، ويعني نتأسفوا على الشيء هذايا، وشي مبروك تانا للسنغال.